كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم. اولا رمضان كريم. بالنسبه للاقبال اللي كيكون في رمضان، اولا قبل ما كنستقبلوا رمضان كيكون شويه الاقبال على مسائل ديال الشبكيه، السفوف، بريوات، مثلا داكشي ديال الججلان، النافع، اللوز. وملي كندخلوا في رمضان كيبقى الاقبال على التمور، كيكون الاقبال شويه على التمور. ودابا عاوتاني الاخر ديال رمضان ملي كنجيو نستقبلوا العيد كيكون الاقبال شويه على الحلويات، شوكولات مثلا ديال نسلي، الزبده. يعني كل فتره كنمروا على حساب شنو كيتحتاج الانسان في الايام الاخيره هذه. حتى بالنسبه كان بجوج حاجات، يعني كيكون اقبال بزاف على مسائل الحلويات، يعني الناس كتبغي الزبده مثلا، بيان كويرتات، هذاك نسلي، شوكولات، يعني مسائل الجميع اللي كتحتاج في الحلويات، منو من نيس اللوز، اي حاجه كتحتاج في الحلويات كيكون عليها شويه اقبال هاد الايامات. وحتى التمور ما نساوهاش، حتى هي لا بد، حيت هي ضروري في المائده ديال المغاربه، ضروري التمور ولا بد منها. نقول لك بالنسبه للتعثرات، يعني واخا امورك ماشيه ولكن رغم الاعاقات ان الاكراهات ديال الاصلاحات هاد المدينه شويه داس، فهمتي؟ كاين بنادم كيتجنب شويه جين المدينه، كيكون شويه سيركيلاسيون، كيكون الضغط، ما كاينش بنادم فين يوقف، يعني كاين شويه الاكراه. ولكن هذاك الحمد لله زعما مزيان. الجائحه بالنسبه لهذا العام لا زعما مزيان، حيتاش بالنسبه للتمور داك الشيء راه الناس لابده منه، فهمتي؟ يعني التمور لابده منه. وبالنسبه لهاد الحلويات راه الانسان كيفضل يعدل حاجه لراسو، فهمتي؟ على يمشي يشريها في لي باتيسري، فهمتي؟ ولا ديك محلات الحلويات كيبغي يعدل راسو، يعني يعرف شنو يعدل. السلام عليكم. كما كتشوفوا الاقبال كاين الحمد لله التمر موجود هذا العام، كاين الاقبال يعني مزيان على التمر. كتعرفوا كاين التمر الجزائري يكون واحد الجوده مزيانه، كيعجب الناس مزيان، كيتمشى دابا مزيان في هذا رمضان. ممكن عاوتاني اللوز، الكركاع مثلا كيتمشاو بزاف في هذا العيد هذا، على حسب الناس كتجمع عيد العيد داكشي. الحمد لله يعني كلشي الاقبال دابا كاينه بزاف الحاجات، مثلا دابا كركزوا مزيان على التمر والكركاع واللوز، يعني واحد الفاكهه الناس كيعملوا هذا في العيد هذا، يعني اجواء العيد عاود كيكونوا مجموعين. هذه المناسبه هذه مناسبه العيد، مناسبه العاشوراء اللي كنخدموا فيها مزيان، ما عليا ما خرجتش كتعرفها بركه وصافي. وهاد العام اصلا العام كامل جايز مكرفص، بيع شري هنا في السوق راه مكرفصين، بيع وشرا قليل، تحاس ما كاينه شي بشر بزاف، كنشدوا في الثمانيه، في الثمانيه كنكون بنادم شاد، راه حنايا كتفتح في العصر السوق كيعمر ساعه جوج سوايع، امورات شويه قاصحه، حتى الدرويش الله يحسن العون ما عنده شي، باش بنادم خدام، واحد خدام واحد ما خدامش، الامورات شويه قاصحه شويه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.